يمكن بجميع الظروف وخصوصا في الكوارث الطبيعية هناك إسعافات أولية وإجراءات أولية يجب القيام فيها، لأنه مثل ما بنعرف ممكن لتوصل فرق الإنقاذ لتوصل أي جهة معنية ممكن أنا أقدر أعمل بعض الخطوات تخفف وقع هذا الضرر على الشخص. لنحكي عن الإسعافات الأولية، معنا الدكتور بهجت عكروش اختصاصي في طب الطوارئ والحوادث. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. انطلاقا دكتور من المبادرة يلي أطلقتها حضرتك عبر السوشيال ميديا بجاهزية منك لتقديم الإسعافات الأولية بظل هذا الظرف الراهن، خلينا نقدم معلومة مفيدة لكل المشاهدين، شو هي الإسعافات الأولية يلي لازم نحن فورا نشتغل عليها؟ يعني نحن شاب ما أنا متعود على الكوارث ولا إنه نحن يصير معنا شيء فجأة فنغلط أوقات بنعمل أشياء خاطئة طبية، شو هي الإسعافات الأولية يلي لازم نحن نشتغل عليها؟ طبعا أول شيء بنقول رحمة للشهداء وإن شاء الله الشفاء التام للجرحى يا رب. إن شاء الله يا رب يخفف عنا كل نوعاً كل أهلنا وناسنا. للأسف أنه في حالة الزلزال أو كارثة الزلزال غير متنبأ فيها، صحيح، وبالتالي حالة الهول اللي بتصير والخوف والرعب هي الأسوأ. الأسوأ في هاي اللحظة. خليني أقول انطلق من نقطة يمكن الناس بتقول لك هلأ مو وقتها، لكن هي حقيقة هي تخفيف حالة الخوف. أنا برأيي هي أهم حالة ممكن نحن يلجأ للشخص اللي بيكون مدرك أكثر، واعي أكثر، عنده قدرة على التعامل مع الحالات الكوارث والإسعافات. الزلازل غير موجودة سابقا لأول مرة، يمكن مثل ما حكيته قبل شوي، هو له عمر طويل 200 سنة أو أكثر من 200 سنة موجود، وبالتالي غير مهيئين نحن رسميا لإصابة بالحادث. لكن للأسف تعودنا على كوارث. هذا التعود اللي حول خلال الأزمة اللي مرينا فيها خلال 10 سنوات 11 سنة اللي هي من التدمير والإرهاب وإلى آخره، خلانا يجب أن نكون قد تعلمنا شيء. تعلمنا أن يكون هناك دائما في مكان معين في كل شركة، بكل مدرسة، بكل مؤسسة، بكل جامعة، يجب أن يكون هناك فريق يتعلم. يمكن يجب أن يكون في كل بيت شخص قادر على التعامل مع الحالات الإسعافية. طبعا بلحظة الهول ولحظة الكارثة الإسعاف يكون فيما بعد، يعني بلحظتها لا يمكن حدا يدرك انه شو الإشكاليات. لكن انا اللي بدي ركز على كتير شغلة ارجو انه كلياتنا ننتبه لها كتير. في حالات الإصابات يكون هناك تعدد بنوعية الإصابات اللي موجودة. ممكن يكون واحد انجرح، ممكن واحد يكون انكسر، ممكن يكون واحد عم ينزف، ممكن واحد توقف قلبه. دائما يجب النظر الى الحالات الاخطر في كيفية التعامل معه. يعني لما يكون واحد عم ينزف هو الاهم، اذا ما توقف قلبه هو رقم واحد طبعا. فاذا كان واحد عنده ادراك في كيفية اجراء التمسيد القلبي هذا بيكون كتير ممتاز، لانه هو نبلش خطوات يعني تدريجيا. دكتور بهجت معك، نحن عم نحكي عن كارثة انسانية اصابت الكل، الى الان فرق الانقاذ مستمرة باخراج الناس من تحت الانقاض، الى الان في ناس عم تحاول ضمن المجتمع المحلي اللي بدنا نركز عليه مثلا هلا ضمن اليات، في ناس حسب امكانياتها. هلا اذا نحكي عن الواقعة المبدئية، اي حدا عم يقدر يتم استخراجه تحت الانقاض، انا شو الاجراء اللي ممكن اعمله؟ لانه نحن بنعرف بعض الحركات البسيطه ممكن تاثر على الحاله. الاسعافات الاوليه لبين ما تجي فرق معنيه، انا اذا قدرت طلع حدا من تحت الانقاض شو اول اجراء بقوم فيه حسب الحاله ودرجات الشده؟ يعني في حالات في ناس طلعت مثلا ما عندها اصابات، في ناس عندها اصابات، في ناس اصابات داخليه، شو المؤشرات اللي ممكن انا اتعامل معها؟ صحيح، هذا الكلام والسؤال مهم جدا، وكيفية التعامل مع الحالة ما بعد الإجراء مثل ما قلنا من شوي هو ما بعد الكارثة حصلت وبدأ بالاستخراج. دائما يجب أن نبحث كمسعفين أولا على الحالة الأخطر. الأخطر هو توقف القلب. توقف القلب ما يمكن أن يكون، إذا لقينا نحن ممكن يكون واحد يعني متوقف قلبه لكن ما أنا مدركين إمتى، إذا ما كان في علامات الموت الطويلة الأمد يعني صار له فترة، يجب يعني بآخر أنفاسه لساته ساخن أو لساته عنده شوية يعني أي أمل بحياته، يجب أن يكون هناك تمسيد لعمليات للقلب حتى نقدر ننعشه قدر الإمكان. في حال
هذا الموضوع ما على جانب. الشيء الثاني اللي هو مثل ما حكيت قبل شوي الجرح والنزف. النزف هو الأخطر. النزف يمكن نحن عم نخرجه صار في إصابة معينة صار في نزف. صحيح. النزف دائما أخطر. إذا الحالة الثانية هي الخطورة بحالة وجود النزف. كيف يمكن أن نسيطر على النزف؟ بالضغط المباشر على النزف. ما في داعي نتشاطر أبدا أنه نربط قبل ونربط بعد. الضغط المباشر على مكان النزف هو الأفضل وهو الأنجع وهو الأنجح. يعني هو اللي احنا اللي بنقدر نحن نتصرف من خلاله، وبالتالي ممكن أن نعمل على حماية الإنسان من خسارة الكتلة الدموية أو السوائل اللي موجودة داخل جسمه. إذن الضغط على النزف لإيقافه. هلأ شيء تاني الوارد جدا هو الكسور. صحيح. الكسور والأخطر هو كسر الجمجمة أو كسر العمود الرقبي. صحيح. أو العمود القطني. صحيح. هذا بده حقيقة بده ناس تكون تعرف تتعامل معه. هلأ على هول الحالة ممكن نحن إذا صار واحد معه ما نسحب مريض أو مصاب بنسحبه، لكن هذا الكلام ممكن أن يؤدي إلى الأذية طول العمر غير قابل للرجعة. لذلك يجب الانتباه في حال شكينا ولو شك، ويجب أن نشك طالما هي حالة كارثية غير مدروسة، يجب أن نشك في أنه يمكن يكون عنده كسر عمود رقبي أو قطني أو بالجمجمة. في هاي الحالة يجب أن يكون المسعف يجب أن يكون مدرك. يعني بما معنى نحن لما منشوف حدا أو أنا بكون نفسي ما بعرف أسعف، بترك المجال لحدا تاني. يعني ما تخلي ال 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 الحمية اللي موجودة عندي إنه أنا اللي يروح، لا، إذا في حدا من الطاقم الطبي أو حدا بيعرف يخرج هذا المصاب بحيث ما يأذيه وبالتالي يؤدي إلى شلل كامل في حال تم إنقاذه، يجب أن نترك هذا المجال للآخر. في حال شكينا بهذا الموضوع يجب نقله يكون بثلاث أشخاص على الأقل. يعني لا يجب أن يحمل بين يدين لشخص واحد، وبالتالي ممكن يؤدي إلى أذيات كتير كبيرة. في حال الكسور الأقل، يعني الكسور الساعد أو الساق إلى آخره، تثبيته مهم جدا أيضا، لأنه كمان الكسر في حال تم التعامل معه بشكل خاطئ ممكن يؤدي إلى أذية العصب، وأذية العصب تؤدي إلى شلل الطرف. فلذلك إذا كان في مكسور نكون دائما حريصين على أنه ما نحرك الكسر، نثبته بشكل أو بآخر، نحن عم نسحبه نخلي له إيده نربطه بشكل أو بأي رباط بأي قطعة قماشية حتى نثبت له إياه وبالتالي سحبه. إذن موضوع الكسور أيضا يجب الانتباه إلى كيفية نقله. النقل رقم واحد. اثنين اللي بدي أقوله كإسعاف، أي حدا موجود في مكان يجب أن نفسح المجال لمن هو أهل لهذا الإسعاف، ولا ننطلق من منطلق الرغبة الشخصية في أنه أنا يجب أن أسعف هذا المصاب. كلنا نريد أن نسعف كل المصابين وأن نخرجهم، لكن يجب أن نسأل في اللحظة الأولى مين الوسط الطبي، مين بيعرف، مين عامل دورات إسعاف أولي، مين كذا إلى آخره، نخليه بالمقدمة في عملية التعامل مع الحالة المصاب أو الموجود. في المرحلة الأولى كلياتنا نحن معنيين في أنه نزيل الأنقاض لحتى نلاقي الشخص المصاب نتيجة الكارثة. بعد ما شفنا يأتي دور الفرز، اللي هو لما بنسعف نحن على المشفى لقينا بناء موجود، في عندنا مجموعة إصابات. هذه المجموعة إصابات هناك إصابة خطيرة وإصابة أقل خطورة. كثير احيانا نحن بنشوف اول واحد لقيناه بنحطه بالسياره بنقول له خذوه على المشفى، ممكن بعد لحظه ثانيه يطلع واحد اخطر بكثير، لكن ما في سياره توصل لحتى ترجع السياره الثانيه نتيجه الظروف اللي موجوده. فاذا موضوع الفرز كثير مهم في عمليه الاسعاف واداره الكارثه بهذه الحاله، اللي هو نختار الاخطر نبعته ونشوف الاقل خطوره ثم الاقل خطوره ثم الاقل خطوره. يمكن في شغلات نعالجها بارضها، في شغلات تحتاج الى مشفى وتحتاج الى عنايه وتحتاج الى اسعاف اكثر قدره. معلش انا اسمحوا لي بعجاله كمان اقول شغله. نحن في كثير من الامور لم نتعلم منها حتى الان خلال 10 سنوات، اللي هي اداره الكارثه. لما يكون في عندنا كارثه موجوده وتعرضنا لها خلال الانفجارات السابقه بفتره الارهاب اللي كانت موجوده على سوريا، إدارة الكارثة مهمة جدا في التخفيف من ما يحدث فيما بعد.
في النتائج. إدارة الكارثة يجب دائما لكل مكان في كارثة يجب أن يكون قائد لهذا المكان فورا يعني هذا المفروض يكون الإنسان الأكثر خبرة بإدارة الكارثة بأنه ما نترك الناس تركض كلياتها باتجاه معين وباتجاه واحد وبالتالي ممكن تعمل انهيار بهذا المكان أكثر ممكن أن تؤذي الشخص اللي يعني أنا واقف على ركام هذا الركام مكان صحيح بشكل كامل وقفنا عليه نزل الركام إذا كان في ناس تحته أدوا إلى أذيته بشكل كتير كبير إذا إدارة الكارثة واللي أرجوه من جميع المعنيين والمسؤولين الذين يكونون بالقرب من أي كارثة أن يعينوا شخص مباشر ليكون إدارة الكارثة وبالتالي إحاطتها وعدم ترك الناس تتحرك على هواها أو بالطريقة العاطفية بعيدا عن الحالة العلمية بطيش وبتوتر مثل ما ذكرت حضرتك دكتور أنه نحن صار عندنا خبرة خلال 12 سنة من الحرب نحن هون بنكون متهيئين لقذيفة لصاروخ لحرب لهجوم نحن هون بيكون عندنا بنفسيتنا متهيئين يعني ممكن نكون محضرين معدات للإسعافات الأولية مهيئين نفسيا نفسيتنا عاملين عليها كنترول لحتى تكون هادية ونعرف نتعامل مع الوضع بس الكوارث طبيعية نحن هذا الجيل يلي ما متعود عليها ممكن يكون في معلومات جديدة وإسعافات أولية جديدة غير يلي نحن عنا خبرة فيها ومتعودين عليها شو هي أنواعها يعني اليوم كمان تختلف بين الأطفال والكبار بالسن خلينا نذكر أنواعها صديقتي فيما يتعلق بموضوع الإسعاف الأولي الجديد أو غير جديد في مبادئ أساسية بالإسعاف دائما صحيح. المبادئ الأساسية تعيش دائما ربما يكون هناك تغييرات يعني أنا مثلاً بالإنعاش القلبي الرئوي بنقول نحن نعمل 30 تنفس اصطناعي مرتين هلأ الحديث بيقول لا ما في داعي للتنفس الصناعي ممكن تعمل نضلك مستمر في عملية التمسيد 100 مرة بالدقيقة إذن هذا تعديل لكن هو تعديل بسيط لا يؤثر على سيرورة الحالة الخاصة أنا اللي بدي ركز عليه أنه يجب أن ننتبه خلال الكوارث اللي كانت مفتعلة في سوريا أو الكوارث الطبيعية أن ننتبه إلى عملية تسقيف نفسنا صحيا تسقيف أطفالنا تسقيف أولادنا تسقيف شبابنا على أن يكون هناك دائما في تدريبات على أن يعني لا تحتاج إلى كارثة أحيانا بالبيت بالشارع بالمنزل بالمدرسة ممكن يصير في حدا يوقع أو اثنين أو يوقع بلقون أو على الدرج يصير في هذا الموضوع نحن كلياتنا مهيئين له وجاهزين له يجب أن نكون محضرين يعني ثقافة التسقيف الصحي يجب أن تكون موجودة في كل بيت وفي كل أسرة وفي كل مكان دورات الإسعاف الأولي أنا عن بنفس هاي الشاشة الكريمة دائما بكون وبقول دائما يجب أن نفعل دورات الإسعاف الأولي يجب أن نسقف شبابنا أكيد. صحيا أكيد بس خلينا نعطي معلومة مفيدة هلأ لكل الناس اللي عم يتابعنا لأنه هول الكارثة الإنسانية كتير كبير والوجع كتير كبير والألم كتير كبير للأسف للآن عم يتم استخراج ناس من تحت الأنقاض خلينا نحكي عن حالات الاختناق أو التنفس هي في كثير حالات عددها كثير كبير أول إجراء ممكن يقوم لأي حدا هلأ تم إخراجه من تحت الأنقاض لأنه نحن بنعرف هلأ عم يتم إخراجه نحن عم نحكي عن يومين يعني أكثر من 35 ل40 ساعة تحت الأرض شو الإجراءات اللي ممكن قوم فيها تختلف كمان هي إجراءات إذا كانت أطفال ولا كبار خلينا نعطي بعض المعلومات لو أي حدا ممكن يقدر يستفاد اليوم تمام هذا كلام مهم طبعا ممكن احنا خلال يومين ناس موجودين في مكان معين يمكن ان يصير توقف قلب او تنفس بشكل او باخر ممكن يكون باخر لحظة حكينا في البداية وهلا برجع باكد عليها من خلال سؤالك اللي هو تمسيد القلب عندما نخرج شخص هو سليم من حيث الشكل لكن غايب عن الوعي يجب ان ندرك هل هو غايب عن الوعي ولا هو متوقف قلبه طبعا باجراء بسيط جدا وسريع خلال 3 ثواني 4 ثواني اللي هو اي شخص بده يكون خبير او بيعرف تماما عنده ادراك ان يضع راس اذنه فوق انف المصاب مباشره وان ينظر الى صدر المصاب يعني اذا كان في تنفس مثلا مثل ما قلت يعني تنفس قليل يعني عم بيشعر ببعض يعني عم تقاط قلب بطيئه
وبعض في نفس، هون شو الإجراء؟ هذا الإجراء هو إعطاء الأكسجين فقط. فورا فورا طالما هو عم يتنفس، إذا الأكسجين فورا مباشرة، ما في داعي لأي تمسيد أنه نتشاطر أو نعمل أنه نعمل تمسيد أو نعمل تنفس صناعي. طالما عم يتنفس إذا هو يحتاج عنده قصور بالأكسجين اللي عم يوصله، فنحن ممكن نفتح من ثم ممكن يكون فايد شيء داخل أنفه أو تنظيف الأنف تنظيف الفم حتى نطفو من كل الشوائب الموجودة اللي ممكن تعيق التنفس. لكن في حال توقف بالنظر مباشرة بالشعور بالنفس من خلال الأذن مباشرة فوق أنف المصاب، والنظر إلى صدر المصاب هل هو يعني بيطلع وبينزل لأنه عم يتنفس ولا لا، إذا كان واقف لابد من تمسيد القلب مباشرة، تمسيد القلب من خلال حوالي 100 ضغطة على القلب بالدقيقة وباستمرار لأشخاص تعرف كيف تؤدي تمسيد القلب. الشيء الثاني إذا كان في عنا يعني لنا مثل ما حكينا عم يتنفس بسيط جدا، أهم شيء تسطيحه على الأرض ورفع الساقين إلى الأعلى حتى نزيد التروية الدموية باتجاه الدماغ. هذا الإجراء الأولي الأهم في محل إخراج مصاب وهي تنفس تنفس بسيط جدا، ممكن نساعده بهذه الطريقة. إذا الأكسجين، رفع الساقين إلى الأعلى، تنظيف الشوائب من الأنف ومن الفم، كل شيء ممكن يعيق التنفس، حتى حركة الرقبة بنشوف نحن نحاول نرفع الرقبة إلى الأعلى حتى نفتح باب مجرى التنفس بأقصى إمكانية ممكنة. هذا الطريق الأسلم في حال كان عم يتنفس. بدنا نتشكر حضرتك دكتور بهجة عكروش اختصاصي بطب الطوارئ والحوادث. أكيد بدنا نتمنى جميع الجرحى والمصابين بدنا نتمنى لهم الشفاء العاجل، وأكيد بدنا نرجع نقدم أحر التعازي لأهالي ضحايا هذا الزلزال.